ربيع السقلي وقمر السعداوي يعيشان شوها. كنا كنغلطوا مادام انه ما كيدرتش شي حاجه غلط، ما كياديش الغير، ما يخافش بشوى. اوكي كات كات. هذه كانت أجواء كواليس الفيلم القصير شوها، واللي بيسلط الضوء على مجموعة من مواضيع يعيبها المجتمع المغربي ويصفها بالشوها أو ما يعرف بالفضيحة. ما كان بانشيك؟ لا ما كتبانيش، خرجتي غير فيها. The message actually is just to you know just care less about what people think about you and just you know be who you are and if you have embarrassing moments that's okay, we're all humans, we all have insecurities and just like own it. وهذا اللي حاول المخرج يوسف الحلو انه يعكسه من خلال كاميرته ومن خلال نظرته الاخراجيه التي ترجمها عدد كبير من الوجوه المغربيه. واحد الفينومين كيتصاحب معك كل شيء كيخاف منه. I think when you make a movement like this it's really important to reach people and the celebrities I'm working with you know are pretty well known here and they are you know they inspire the youth and they inspire people in Morocco and taking them would you know spread that message easily we'll have more exposure with the concept of شوها. ومنها الأسماء بنذكر قمر السعداوي واللي شاركتنا سعادتها بالتعاون مع صديقها المخرج يوسف الحلو وصاحب فكرة شوها. وجاتوا الفكرة أننا نهضروا على كونسيبت ديال الشوها اللي ما كيهضروش عليها بزاف الناس ولكن اللي هو اللي هي داخله في المجتمع ديالنا. الشوها كنا كنعرفوا شنو هي الفضيحه، شنو هي الشوها، كل شيء كيخاف منها. فهالفيلم بنظر قمر بيحمل رسائل توعويه مجتمعيه هادفه جدا. المساج اللي انا شخصيا بغيت نوصل انه الواحد ما يعيش الناس، ما يعيش لغيره، يعيش لنفسه. مادام انه ما كيدير حتى شي حاجه غلط، ما كياديش الغير، ما يخافش بشوها. وحماس قمر لهالفيلم ما اختلف كثير عن حماس ربيع السقلي. التعامل ديالي الاول مع المخرج الشاب يوسف الحلو اللي اشتغل على راسه في امريكا وتبارك الله عليه، ابار الاخراج زعما هو كرياتور كيصوب واحد لي شابو اللي معروفين كيصوبهم بيدو ولبسوهم بزاف الفنانين العالميين بحال مادونا جيجي حديد، واتصل بيا هو وقمر سعداوي باسكو الله اشتغلت مع قمر سعداوي في مسلسل سولو دموعي، بغينا نرجعوا داك لو بينوم بواحد الطريقه واحده اخرى، ستيل مختلف. فكر هو في الفكره ديال ان كيف ما شفتوا في لا فيديو شوها، هذيك كلمه شوها اللي كنسمعوها وتابعنا كاملين وكنعرفوها كاملين، ردا بيرسوناج اللي غادي نشوفوها كيفاش كطرى في حياتنا اليوميه. شوها حبيتي تعيا جاتها شوها. كنتمنى ان من مورا هذا الفيديو هذا الرساله تكون وصلت، ان هي الشوها الى جاتها الراس راه كنا كنغلطوا، كل شيء في حياته كيكون داز من شي حوايج لانه ما يبغيوش يتشوه فيهم. احنا رجعنا للكلمه ديال الشوها، ولكن اللي كيديرها اكسبري باش انه يبان جو بونس كو ما غتزيد والو في السي في ديالو من غير غطيحو. ها انت بنتي وهي سميتك مشهوره وها انت تشهرتي يا بخي باش مشهور بشوها. ولكن قمر وربيع مش الوحيدين بهالفن، فحيشارك فيه مجموعة من الشباب واللي اكتشفنا للصدفة انه المخرج حيكون واحد منهم. I always like to play how, as we say cameo in all my movies. I like to just have like a part maybe you know a second or two to show my face. It's just something fun that I like to do. Okay, cut.